يلا بينا بقى على السريع على فرع النادي الاهلي بالجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه مريم سميح اللي على اتم الاستعداد انها تعرفنا باخر الاخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا مريم، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح عليك يا نهاند، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معنا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم والفرق الرياضية الأخرى. طبعا بدايتنا مع الفريق الأول لكرة القدم، خلاص يعني ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن مباراة الإياب ما بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني اللي هتقام إن شاء الله في تمام الساعة 5 مساء على ملعب استاد القاهرة، ده طبعا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري سوبر الإفريقي. طبعا زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي تعادل للمباراه الماضيه يوم الجمعه طبعا بنتيجه 2-2، والحقيقه ان شاء الله في حاله الفوز النهارده وتاهل النادي الاهلي لنصف النهائي طبعا هيكون منتظر الفائز من يعني مباراه سان داونز وبيترو اتلتيكو. الحقيقه برضو ان كانت المباراه مباراه الذهاب ما بين الناديين سواء النادي طبعا يعني سان داونز او بيترو اتلتيكو انتهت بفوز فريق سان داونز 2-0، والنهارده مباراه الاياب بقى هتقام في تمام الساعه 8 مساء ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي في مباراه اليوم. وطبعا يعني زي ما احنا عارفين مجلس اداره النادي الاهلي وحقيقه لفتات طيبه جدا بخصوص اشقائنا في فلسطين، اكيد طبعا زي ما احنا عارفين وزي ما تم التنويه عن وجود 6 عربيات من وزاره الصحه في محيط استاد القاهره، يعني بدات خلاص من صباح اليوم لاي حد من جماهير النادي الاهلي متوجه لاستاد القاهره علشان التبرع بالدم لصالح اخواتنا طبعا واشقائنا في غزه. والحقيقه ان ده كان طلب قدمه مجلس اداره النادي الاهلي لوزاره الصحه علشان يكون في تواجد لهذه العربيات طبعا من الوزاره الخاصه طبعا يعني بمباراه اليوم. طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي اليوم امام سيمبا التنزاني. خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين واللي بيواصل الحقيقه انتصاراته على مدار الفتره الماضيه في بطوله الجمهوريه، والحقيقه بقى نتائج الجوله الثامنه من بطوله الجمهوريه والبدايه مع اهلي 2005 اللي استطاع ان يفوز على فاركو بنتيجه 5-3، ده طبعا بركلات الترجيح بعد ما تم يعني التعادل ما بينهم بنتيجة 1-1. الحقيقة ان كانت المباراة في مدينة الاسكندرية خارج ملعب طبعا يعني النادي الاهلي، ولكن استطاع النادي الاهلي ان هو يفوز على نادي فاركو بنتيجة 5-3، وبكده يكون النادي الاهلي مواليد 2005 قدر ان هو طبعا يعني يرفع رصيده ل 17 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة فقط والخسارة في مباراتين فقط. اما بقى بالنسبه لفريق النادي الاهلي مواليد 2007 قدر برضو ان هو يتغلب طبعا على البنك الاهلي بنتيجه 3-0، كانت المباراه اقيمت امس طبعا الاثنين على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، والحقيقه ان كان في اداء كبير جدا من فريق النادي الاهلي مواليد 2007، وكده بقى يكون برضو رفع رصيده في الجوله الثامنه او بعد انتهاء يعني الجوله الثامنه من بطوله الجمهوريه ل 22 نقطه بعد ما فاز في 7 مباريات خسر في مباراة واحدة فقط. طبعا يعني كل التحية لقطاع الناشئين لما يحققه في يعني خلال المباريات الماضية في بطولة الجمهورية سواء الموسم ده أو كمان المواسم الماضية. خلينا بقى ننتقل لكل الألعاب الأخرى والبداية طبعا مع رجال سلة الأهلي عقب عودتهم من البحرين بفوز طبعا النادي الأهلي على نادي الزمالك بكأس السوبر المحلي زي ما احنا تابعنا بنتيجة 64-60 يوم الجمعة الماضي. الحقيقة بقى أنه أولى مباريات النادي الأهلي بعد العودة من يعني والفوز بكأس السوبر والعودة من البحرين هتكون أول مباراة في الدوري طبعا وأولى مبارياته المحلية عقب استئناف طبعا الدوري في الدورة المجمعة الأولى، هتكون يعني غدا إن شاء الله في تمام الساعة 6 مساء هتكون أمام نادي الشمس، ويعني بنتمنى كل التوفيق لرجال سلة الأهلي. يمكن بقى يعني سيدات سلة الأهلي سابقين شوية في المباريات وخلاص بعد الانتهاء من الدوره المجمعه الاولى والدوره المجمعه الثانيه، يمكن شفنا فوز كبير ليهم امبارح طبعا في دور ال 16 من دوري المرتبط. طبعا سيدات سله الاهلي قدروا ان هم يعني يتفوقوا ويفوزوا على نادي التوفيقيه بنتيجه 71-21، طبعا يعني هاي سكور جدا وفرق بوينتس كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي او سيدات سله الاهلي زي ما احنا دايما متعودين منهم، وبكده بقى بيتاهل لدور الثمانيه من دوري المرتبط، وهيقام دور الثمانية أو مباراة دور الثمانية إن شاء الله أمام نادي الصيد هتكون يوم الجمعة المقبل. طبعا نتمنى كل التوفيق لسيدات سلة الأهلي.
اخيرا بقى يعني مباريات الكره الطايره، يعني زي ما احنا عارفين يمكن كان في توقف خلال الفتره الماضيه، ولكن خلاص يعني اقل من 10 ايام بتفصلنا عن استئناف المباريات مره تانيه، وتحديدا لسيدات طايره الاهلي. يعني يمكن هيواجهوا ان شاء الله يوم 3 نوفمبر هيواجهوا نادي الصيد، وهتكون دي المواجهه الاولى في طبعا يعني مباريات الدوري المحلي بالنسبه للكره الطايره. طبعا دي كانت كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. بشكركم جدا، الكلمه ليكم مره اخرى. تغطيه كافيه ووافيه كالمعتاد، بنشكرك عليها، شكرا جزيلا يا مريم، شكرا لك.